السلام عليكم اصدقائي. فيديو جديد اليوم، جديد والبداية ديال الاسبوع. اليوم الاثنين وجينا نكتشف لكم هاد الواد. واو اخيرا اخوتي الواد وصل. اي 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 وانت علمنا صاحبي، انت مالك صاحبي؟ علمنا في الاول نجيو تقادي هادي السيب. اذا اللي عليكم هو تبعوا معنا من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناة 300K. حاليا كنتواجدوا في مدينة طنجة، غادي نصور لكم هاد الواد، فرجة ممتعة. ايوا كما كتشوفوا معنا اخوتي هاد الواد، جينا باش نصوروا هاد الواد، وغادي نكتشفوا لكم مزيد على هاد الواد ديال طنجة. اش غادي نقول لكم؟ واد رائع جدا، ديجا صورناه نهار الجمعة، ها اليوم الاثنين رجعنا من جديد سبحانه وتعالى. اذا اليوم جا الواد ربما ما داز البارح في الليل، هذا الواد ممكن داز البارح في الليل. اذا كيبان لي واحد البلاصه هنا يقدر داز البارح الواد في الليل. ايوا كما كتشوفوا واد رائع جدا، وفي نفس الوقت حتى واحد الحماس. اذا نتمنى بزاف ما يزلق، ها حيت الطراب ديال طنجه كتزلق. اذا استمروا معنا تكتشفوا المزيد ان شاء الله. اللهم بارك، تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك اللهم بارك وزيد تبارك الله. هذا واد طنجة، واد اللهم بارك. شوف شوف اوه السيول طنجة، فيضانات طنجة، شوفوا تبارك الله. هذا الواد رائع جدا، واد ممتع، ما تخيلوا شحال زوين تبارك الله. شوف سمعوا 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 الصوت ديال الواد، سمعوا سمعوا اوه شحال زوين تبارك الله. جينا في الوقت، اذا انا رايي ربما الواد داز البارح في الليل. الواد داز البارح في الليل. هذه القنطره نتمنى بزاف ما يزلق ليكمش، حيت الا زلق ليكم غيوصل هنا. اصعب حاجه هو تجي باش تصور الفيديو وتزلق. اذا القنطره هي هذه كما كتشوفها، اللهم بارك. واد حاليا جا لورمان، باش نكون واقعيين جا لورمان. بعض المرات الا كانت الفيضان مجهد كيوصل حتى لهي تبارك الله. شوف واد طنجة تبارك الله، سمعوا سمعوا الله اكبر. هذا الشيء عزيز عند بيزاف، بيزاف من دابا يقابل لك الواد يبدا يشوف فيه. اذا انا رايي على حسب الناس ديال طنجة، ما عندهم سوق تماما في هذا الشيء ديال الاوديه، ماشي بحال الامازيغ، ماشي بحال بعد الصحراويين، خاص في الصحراء المغربيه يحبوا الواد، عزيز عليهم. غير يجي الواد تلقى كلهم هازين التليفونات وبدا يصوروا في الواد وبدا يهضروا. هنا ولا احد طنجاويين ولا احد شفتو هاز التليفون باش يصور الواد، ولا احد. ما عرفتش ربما التقاليد ديالهم مختلفه تماما على تقاليد امازيغ، وخاص في الصحراويين في الصحراء المغربيه. اذا هاد المناطق ديال الشمال انا رايي ما كيصوروش الواد كما كتشوفوا. بعض الناس كيدوزوا فوق القنطره ما يصوروا الواد، ما يكتشفوا فيه، ما عندهم سوق تماما سبحانه وتعالى. بزاف اللي حماق على الواد، يموت على الواد، هو يشوف غير الواد تلقاه فرحان يبدا يجي يصور. ها تبارك الله اللهم بارك. اذا امطار غزيره كانت البارح الحد، كانت امطار غزيره لورمال اللي اكتشفنا خاص البارح في طنجة. هنا ما كانش الواد، ربما الواد ما كانش البارح، وفي نفس الوقت البارح الحد، راكم عارفين الحد انسان كيكون الويكان والمسائل. ايوا ما جيناش باش نصور لكم هذا الواد، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. واليوم البدايه ديال الاسبوع الاثنين، جينا باش نصوروا هذا الواد، وفي نفس الوقت الامطار غزيره باقي مستمره اليوم كامل وغدا الثلاث، ربما يقدر تكون بعد الامطار غزيره خفيفه بعد المناطق خاص في الشمال، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. وفي نفس الوقت الامطار مجهده خاص شفشاون شفشاون تطوان الريف حسيمه، هذه المناطق كلهم فيهم امطار غزيره. اذا اللهم بارك. كما كتشوفوا هذا الواد الرائع جدا،
ايوا بزاف هذه قعيتو دائما كنحاولوا نشاركوا معكم الاوديه. اذا بعد الناس عزيز اليوم يتفرجوا في هذا الفيضان، اللهم بارك. صورنا وطنجه وصل 3000 مشاهده، اذا شي حاجه زوينه بزاف. وفي نفس الوقت بعد الناس هنا خاص في طنجه اكتشفت، دخلت الاحصائيه ديال الفيديو، ما كاينش الناس بزاف يدخلوا يتفرجوا في هذا السيول ولا يتفرجوا في اليوتيوب. الناس ديال طنجه ما كيدخلوش اليوتيوب على حسب بعض الناس يقول اه انت كيفاش شفتيها. دخلت الاحصائيات ديال الفيديوهات ما كنلقاش الناس ديال طنجه، ماشي بحال اكادير ولا الصحراء المغربيه اللي كتبين بانه اكثريه الناس من الصحراء المغربيه وسوس تافرا وتيزنيت يتفرجوا في هذا الشيء ديال الفيضان. هنا الناس ما كيتفرجوش بزاف في الفيضان، قليل جدا. بالنسبه بعد التعليقات كنلقاهم عادي جدا. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير. وفي نفس الوقت هذه البدايه، اذا حنا جينا في شهر 10، اذا النجاح ديال الفيضان في الماضي 2022 فاش حققنا شهر 3، ها ربما شهر 3 فاش ضربنا 1.5 مليون ديال المشاهده، ولكن 2021 شهر 10 شحال ضربنا؟ 10000 مشاهده بشويه بشويه. اذا دابا حنا بدينا نشتغلوا على 10K من بعد 20K 100K 300K مع المده، ها مع المده، حيت القناه تعاني، القناه ديالي تعاني القناه ديالي خصها النيفو. اذا المشكله كنعانيو من النيفو، النيفو خصنا النيفو تماما. وفي نفس الوقت مع المده يكون النيفو. ايوا هذا الواد كما كتشوفوا كيتزاد تبارك الله، حاليا الواد كيتزاد وكما كتشوفوا ولا احد طنجاويين تماما ما عندهمش مع الواد والسيول، حيت الناس هنا مختلفين تماما على الساكنه ديال الجنوب، مختلفين تماما النسبة التقاليد في كل شيء في كل شيء. اذا كما كتشوفوا السيول واد، اللهم بارك. شوفوا عجبني اذا لورمال جا لورمال، هذا هو السيول، هذا هو واد السيول لورمال. بعض المرات يجيب بزاف على حسب الشتاء، الا كان عاصفه رعديه قويه نزلت بزاف كيجي هذا الواد بزاف على حساب النيفو ديال الامطار غزيره. كانت الامطار غزيره عاديه جدا راه كيجي الواد بحال هكا حاليا تبارك الله، اللهم بارك. اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير. وفي نفس الوقت كاين واحد الواد حتى هو غادي نصوروه حتى هو ان شاء الله بحول الله، نصور لكم بعد الاوديه في طنجه ونحاولوا نديروا مجهودات ديالنا. وهذه فرصتنا، هذه فرصتنا باش نصوروا لكم هذا الواد. وشحال هذه كننتظروا باش يوصل هذا الواد، حيت ديجا صورنا لكم فيديو قلنا لكم بانه هذا الواد غادي نصوروه ان شاء الله ملي يوصل. ها هو وصل، ومره اخرى ان شاء الله الى جاب السيول بزاف فيضان كثيره غادي نصوروه ان شاء الله بحول الله. ونتمنوا الدعوات ديالكم بالنجاح هذه الاوديه ديال طنجه. كما قلنا عندنا مشكل هنا، الناس ديال طنجه ما كيدخلوش ما كيتفرجوش في هذا الواد، ماشي بحال الى سورتي واتسوس وتلقى الناس انسكان اي تمنول طالب رشت اكادير كله كيتفرج في هذاك واتسوس، كلشي اسف اينا اسف واتسوس اش كيد غاتي ويد يا تفونست، ها يا تفونست ويد تيدو واسيفا، وما شافوا غير الشجره قال لهم تفونست. بدا تلقاهم يبدا يهضروا بعضياتهم، يبدا يبارطاجيو بعضياتهم. هنا لا، هنا ما كاينش، ها انتم كتشوفوا الناس هنا ما كيتفرجوا في هذا الشيء ديال السيول. واكتشفت بعض الاحصائيات ديال الفيديو الناس ديال طنجه ما كيدخلوش في اليوتيوب، قليل جدا. معليش ماشي مشكل عادي جدا. اذا حنا غادي نتعاملوا مع هذه الطريقه ان شاء الله بحول الله، وفي نفس الوقت الكمال عند سيدي ربي. والنجاح ما كيجيش في البدايه، النجاح دائما تخدم تخدم وتستمر، واجب تخدم وتستمر. راه الفيديو اللي شفتو فيه ديال شنو الشبالي ديال 1 مليون راه كنا صافي وصلت فينا لفه، قلنا صافي هادشي ما خدامش، هادشي صعب جدا ننجحو فيه. زدنا غير خطوه، تخيلوا زدنا اسبوع فقط ونجحنا، اسبوع فقط. دائما الانسان يستمر، عمرك تقول لا راه ما غاديش ننجح، غير استمر استمر استمر، خدم 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 مع المده، مع المده غتنجح بدون نقاش. شكون قال بزاف غادي ينجح؟ شكون قال بزاف غادي يضرب 3 مليون ديال المشاهده؟ شكون قال بزاف غادي يدير مقلب ويضرب فيه ازيد اكثر من 1 مليون مشاهده؟ شكون
ولا حد. إذن كل شيء ديال الله سبحانه وتعالى. دائما بغيتي تنجح، نعطيكم مثلا بحال شي واحد كيقرا، الا كان كيقرا مزيان راه كيجيب النتيجه هو الاول وكينجح، اللي ما كيقراش مستحيل ينجح، تماما مستحيل. إذن هذه هي الطريقه ديال الخدمه، خدمتي راه غادي تنجح. بغيتي دير السياره، دير الدار وتزوج وتعيش حياتك، ضروري تخدم وتنجح تماما. هذا هو الواقع. انا رايي كيبان لي الواد كيتزاد الاخوان، الواد كيتزاد كما كتشوفوا بزاف، غادي يزلق لكم. شوفوا تبارك الله، شوف اللهم بارك. هاي تبتع لي ود بزاف، تبتع لي السي بزاف، تبتع تبرع لي مع راسك. وبزاف يعجبوا الواد، وبزافنا يعجبوا الواد، حماق على الواد هو، بزاف عزيز عليه الواد، عزيز عليه التيتيز والفلوس، بزاف نلقى غير التيتيز والفلوس، صافي هذاك الشيء اللي بغاه هو والواد. سبحان الله، كل واحد وشنو كيعجبو. اذا نتمنى ان شاء الله اعجاب ديالكم، ونتمنى الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش توصلوا اي جديد. اذا حنا حاليا باقي مستمرين معكم، وحاولنا باش نصوروا لكم بالجوده، وغادي نديروا المجهودات ديالنا كما قلنا. ها انتم كتشوفوا القنطره، ولا احد كيصور الواد. لو كان هذا واد سوس هتلقاه هنا كله عمرو بالناس شادين التليفون كيصوروه. اسفينا ديال الكمد. يا ويلي تبارك الله يا بان لحمه ما كاين نسيت لواحد. ايوا غير كلي تزرام الدار نساوني ميك الشحيت، غير كلي تزرام الخير هادي فولكي تبارك الله. شوف واحد هو التشليح، ترى غير شليح هذا، ترى قربوز وصافي قربوز. شليح مولانا طيروا يلا بلا فايده، وما هو فيه نفع. شوفوا مالكم، وما هو فيه نفع، مختلف عقليا، ما هو مريض. يقولوا لي فيزا في الصحراويه، طيروا يلا، وهو صاوي بصره، وهو يعرف يتكلم، وهو راقاش، ما هو فيه نفع. انتوما مالكم، وما هو فيه نفع، وما هو صالح لشيء. ايما سيغل ارى ربكي نجي سات سكرت كرا هاتي والو، ارتصاد غو قويونك ورتويت الخبار، ارى ربكي ها الفيضان، ها تاكورت، ها غي، ها الخبار، ها السياسة، ارى ربكي ايوا نضحكوا واحد شويه باش، حيت بعض الناس كيتفرجوا فينا من الصحراء المغربيه، من اكادير، من سوس، دائما باش يضحكوا واحد شويه، نشطوهم والضحك ديالهم. اذا دائما نحاولوا نشاركوا معكم ما افضل، وفي نفس الوقت كنبارطاجوا معكم هذا الواد، وفي نفس الوقت حتى الناس الا كيتفرجوا فينا يستمتعوا يضحكوا ينشطوا، حيت بعض الناس ملي كنسولوهم ملي كيتفرجوا فينا كنقول لهم شنو كيعجبكم، كيقول لك شنو كيعجبني، كنحاولوا نركزوا على الاعجاب ديالهم وداك الشيء اللي كيضحكهم، هذا هو المهم. اللهم بارك. واد كيتزاد اخوتي، والله الا كيتزاد، شوف كيتزاد، تبارك الله. ايوا اش غادي نقول لكم، انا حاليا جيت حدا هاد الواد، اش غادي نقول لكم، شتي ديال الطرف ديال هنا راه ماشي بحال ديال الصحراء المغربيه ولا ديال اكادير سوس، هنا الطرف ديالو في شكل، شوفوا كتزلق. شوفوا تبارك الله، شوفوا الواد، اللهم بارك. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم. كاين واحد الواد حتى هو غادي نصوروا ان شاء الله بحول الله، غادي نغادروا لكم واحد الواد في طنجه هنا داخل هنا حدا الكورنيش، غادي نصوروه ان شاء الله بحول الله، وغادي نشارك معكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. وانا فرحان ملي وصل هذا الواد، فرحان، حاجه زوينه. بعض الناس يقولوا بغينا الواد مجهد، ما كرهناش الواد مجهد، ولكن هذا الشيء اللي حطى الله، هذا هو اللي جاب الله. ها انتم كتشوفوها، شوفوا تبارك الله، اللهم بارك. ها الجره كاينه، الجره ها، شوف الجره.